السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي شيوات أم إصافي. اليوم جيت لكم بفيديو جديد، فيديو ديال البطبوط طانيني معمر بالطون. كتجي واحد الحشوة رائعة وسهلة، كنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم. وإلى عجبكم بطبيعة الحال ما تنسوش الضغط على جيم والاشتراك في القناة إذا كنتو أول مرة كتدخلوا القناة ديالي، وتضغطوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نخليكم مع الطريقة. في العجين ديال هذا البطبوط كنحتاجو 400 غرام من الدقيق الابيض الفورس، وعندنا واحد الكاس ديال الفينو، عندنا ملعقه صغيره ديال الملح، وعندنا ملعقه كبيره ديال السكر حبيبات، وعندنا جوج المعالق كبار من الخميره ديال الخبز، وغادي نضيفو كذلك واحد جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه اولا ملعقه واحده، وعندنا ماء دافي باش غادي نعجنو هاد البطبوط ديالنا. غادي نعجنو البطبوط عادي بحال كنعجنو الخبز، غير هو يكون شويه مطلوق، العجينه ديالته تكون شويه مطلوقه. غادي نعجنو بحال الخبز تماما وندلكوه مزيان ونخليو العجين تكون مرخوفه شويه. كنعجنو العجين، كنحصلو على عجين بحال هكا كيف كتلاحظوا مرخوف. غادي نعملوه في واحد الاناء اولا في بانيو، وغادي نغطيو بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليوه حتى كيختمر لينا داك العجين، عاد باش غادي نكملو الطريقه. نغطيوه جيدا بداك البلاستيك ونخليوه يرتاح. في الحشوه غادي نحتاجو واحد البصله تكون كبيره ولا جوج متوسطين، غنقطعوهم رقاقين. عندنا كذلك جوج فلفلات، يمكن لكم ديروا الفلفله الحمراء والخضراء، انا عندي غير خضراء فدرت غير الفلفله خضراء. غادي نشحروهم مع شويه الزيت والملح والابزار والزعتر. وهنايا كيف ما كتلاحظوا بعد ما اختمرت عندي العجين غادي نبدا نشكل كريسات صغارين بهذا الشكل هذا او كويرات بحال هكا، وغادي نبدا نستفهم في واحد البلاطو غنكونوا دهناه بالزيت جيدا باش ما يلتصقوش لينا هاد الكريسات. غادي نبداو كنشكلوا من العجين كريسات بهذا الشكل هذا وبهذا الحجم، ما يكونوش كبار باش منين نعمروهم ما يبقاش لينا العجين كثر من الحشوه، فغادي نديروهم صغارين باش غادي تجي قد الحشوه قد العجين. كيف ما كتلاحظوا غادي نعملو كويرات بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه حتى كنكمل. بعد ما كملنا كيف ما كتلاحظوا غادي نمشيو دابا نخليهم يرتاحوا، ومن بعد غادي نقرصوهم باش غادي نديروا لهم الحشوه. كيف ما كتلاحظوا هنا بعد ما شحرت البصله مع الفلفل بالبزار والملح وشويه الزعتر، هنايا عندي ثلاثه العلب ديال الطون، وهنا عندي الفرماج احمر مبشور اولا موتزاريلا، يعني الفرماج كيبقى على حساب اللي عندكم واللي متوفر. غادي نبداو دابا كنقرصو في هاد الكويرات اولا في الكريسات ديالنا. ما غاديش نقرصوهم البنات بزاف، انما غادي غير نبسطوهم واحد شويه باش غادي نعمروهم. غادي تلاحظوا معنا في الطريقه كيفاش، كيف ما كتلاحظوا بسطتهم غير شويه صافي، وبديت كنعمر فيهم بهذا الشكل هذا. كنديروا البصل والفلفل هما الاولين، ثم كنديروا القليل من الطون المعلب فوق من الفلفل، عاد كنديروا الطبقه الاخيره اللي هي الفرماج، فرماج محكوك او الجبن محكوك صافي. وكنبداو نجمعوا الجوانب ديال هاد الكريصه بهذا الشكل هذا غير بشويه، جمعوا القنيتات، حاولوا انكم ما تخرجوش الحشوه، راه ساهله البنات الطريقه سهله، كتجمعوا دوك الجنيبات غير شويه بشويه صافي حتى كتجمعوها كامله بهذا الشكل هذا، وكتعاودوا تحطوها على ما تكملوا الكويرات كاملين عاد باش كنبداو نخبزوا
كيف ما كتلاحظوا غنعود معكم وحده اخرى، كنسرح ديك الكويره ديال العجين. غادي ندير الحشوه ديال البصله مع الفلفل الاخضر، ثم غادي نزيد قليل من الطول، وكندير كذلك الجبن مبشور ولا محكوك. ولا خفتوا ان الجبن يخرج لكم من العجين فحاولوا ديروه هو اللي الوسط، يعني غتوليو ديروا الحشوه ديال الفلفل مع البصل وديروا الجبن مبشور، عاد ديروا الطول من الفوق. ثم كنحاولوا اننا نسدوا الجوانب بشويه بهذا الشكل هذا، نحاولوا اننا نجمعهم بهذه الطريقه، ونحطوا الكويره ديالنا نخليهم يرتاحوا على ما نكملوا المكونات اولا نكملوا الكريسات اللي عندنا كاملين، عاد كنبداو نخبزهم باش تجينا سهله. واللي هي يدها خفيفه راه تقدروا ديروا واحد الربعه تخبزوهم وتكملوا العماره اولا الحشوه ديال البطبوط ديالكم. كيف ما كتلاحظوا نديروا الحشوه، انا غادي نعاود معكم ثاني نفس الطريقه باش تكون طريقه مبسطه وواضحه في الفيديو. كنديروا الحشوه ديال البصل والفلفل، ثم الفرماج، وعاد كنديروا القليل من الطول، وكنجمعوا الجوانب، ونحاولوا ما نخرجوش الحشوه. الا خرجتوها ما غاديش تسد لكم العجين، فحاولوا ما تخرجوش الحشوه. كيف ما كتلاحظوا هنا بعد ما كملت كنسخن الاله ديال البانيني، كنسخنوها جيدا صافي، وكنبداو نخبزو فيها دوك الكويرات بلا ما نقرصوهم، يعني كنستفوهم في الاله البانيني مباشره. الا كانت عندكم كبيره الاله البانيني كبيره فغادي ديروا فيها اربعه اولا ثلاثه، انا عندي صغيره فبقيت كنخبز غير بجوج بجوج. وهذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط، كيف ما كتلاحظوا كيجي رائع وسهل، مكونات بساطين ولذيذ لذيذ بزاف البنات. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش الضغط على جيم، تخليوا لي التساؤلات ديالكم في الكومنتير لتحت، وشكرا الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.